بركان داود المدعو علان. أقمنا هذا المعرض التاريخي الذي يبرز عدة معارك الوطني في بداية الكفاح المسلح سنة 1956، حدثين بارزين في مسيرة هنا بحضورهم في هذا اليوم المميز. أدوني أن أتشرف في هذا اليوم المتميز نيابة عن السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية على مراسم تسمية مقر القطاع العسكري سيدي بالعباس الناحية العسكرية الثانية باسم الشهيد بركان داود المدعو علان، وهذا تطبيقا لقرار التسمية الصادر عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. الشهيد البطل من أولئك الذين أدوا الواجب كاملا فكتب لهم الشهادة وتحقق للجزائر استقلالها وسيادتها بفضل تضحياتهم وتضحيات رفاقهم المجاهدين الأخيار أطال الله في أعمارهم. فمن باب الوفاء لهم والسير على نهجهم أن نتذكرهم ونخلدهم، خاصة ونحن نحتفل باليوم الوطني للمجاهد 20 أوت، الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصمام وهجومات الشمال القسنطيني. لأن الثورة هي عمل تخريبي يقوم به متمردون خارجون عن القانون.